صقور فتح شو؟ بحفظش ما بتدخلش بهاي الحياة لا بعرفهاش بتابعش أخبار فلسطينية مش كتير فتح يعني كذا ضم تحرير فلسطينية فتح جهاد الإسلامي جبهة شعبية حماس ديمقراطية حماس فتح جهاد إسلامي جبهة ديمقراطية شو كلها بكلها تانية الجبهة العربية الجبهة الشعبية وفتح وحماس والديمقراطية فتح أول إشي أيوة طيب اثنين اللهم صل على سيدنا محمد جبهة التحرير العربية ثلاث الجبهة الديمقراطية الله أعلم ثلاث اللهم صل على سيدنا محمد أربعة جبهة النضال الشعبي صار الأربعة بدك واحد يا خمسة خمسة سرة بتشوف حماس جهاد الإسلامي سرايا القدس داير واحدة كتاب الكسام كتاب عز الدين الكسام فتح ديمقراطية وشعبية في واحدة بكت احنا صلى الله على سيدنا محمد الإسلامية هي اخوان مش اخوان مسلمين هذول حماس كاسم مسلمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جبهة التحرير العربية الفلسطينية جبهة التحرير الفلسطينية حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح جبهة النضال الشعبي الصاعقة نعد كمان اخرى يعني شو يعني فصائل يعني فتح حماس جهاد الاسلامي بس هذول بعرف ديمقراطية وفتح وعندك الكيادة العام ايش اسمه الكيادة لا جبهة التحرير العربي طيب كلهم بيساوون الشيك السلام عليكم